kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay. إغراق الوطن العربي بالفتن والإشاعات وتسويق الروايات المحاربة للفلسطينيين في كافة الدول العربية، جميع هذه الأعمال وأفاعيل أخرى كانت هنا مركز معلومات واحتيال صهيوني، حيث ألقت الشرطة الفلبينية القبض على 480 شخصا متهمين بالنصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية في مركز مختص بالاحتيال الإلكتروني في العاصمة مانيلا. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذا المركز يعمل أيضا على بث الفتن والشائعات في العالم، خاصة في المجتمعات العربية والإسلامية. وسائل إعلام ذكرت أن المركز يديره 8 إسرائيليين، مما دفع السفير الصهيوني لدى الفلبين للاحتجاج. هذا وجاء خلال مداهمة مقر مركز الاحتيال ضبط المتهمين أثناء قيامهم بعمليات النصب الإلكترونية.